الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله القائل: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به من نفسه. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وترك مالا فماله لوراثته، ومن مات وترك دينا أو ضياعا فأنا وليه، وفي رواية: فدينه علي. صلوات ربي وسلامه عليه. فقد كان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، وخير الناس لأصحابه، وخير الناس لأمته، وخير الناس للناس أجمعين. ولله ضر قائل: بلغ العلا بجماله، بلغ العلا بجماله، كشف الدجى بكماله. صلوا عليه وآله، صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع طريقهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإننا اليوم مع حديث خاص، لأنه حديث محب مع محبين لسيد الخلق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولله ضر قائل: أتيتك راجلا، أي ماشيا، يخاطب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أتيتك راجلا ووددت أني ملكت سواد عيني أمططيه. أتيتك راجلا ووددت أني ملكت سواد عيني أمططيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى قبر رسول الله فيه. ويقول الآخر سيدنا حسان بن ثابت: بطيبة رسم للرسول ومعهد، بطيبة رسم للرسول ومعهد، ولا تنمحي الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، ولا تنمحي الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد. أقول
ولا يلقى لقولي أقول، ولا يلقى لقولي عائب أقول، ولا يلقى لقولي عائب من الخلق أقول، ولا يلقى لقولي عائب من الخلق إلا غائب العقل مبعد. والله ما حملت أنثى ولا وضعت أبر وأوفى ذمة من محمدي. والله ما حملت أنثى ولا وضعت أبر وأوفى ذمة من محمدي، وإن لساني ملهج بثنائه بصلاته بمديحه، لعلي به في جنة الخلد أسعد مع المصطفى. أرجو بذاك شفاعة وفي نيل هذا اليوم أسعى وأجهد. عرف الناس أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وهي زوجه وزوج الإنسان أعرف به، قالت: تسألون عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان خلقه القرآن، كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، كانت حياته ترجمة لقيم القرآن وأخلاق القرآن ومعاني القرآن. وتقول السيدة خديجة رضي الله عنها عندما جاءها في بداية نزول الوحي يقول: زملوني زملوني دثروني دثروني، قالت: يا ابن أخي والله لن يخزيك الله أبدا، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم، وتقر الضيف تكرم الضيف، وتحمل الكل الضعيف، وتنصر المظلوم، وتعين على نوائب الدهر. ومن كانت هذه صفاته لا يخزل أبدا. أروني أي إنسان في أي ملة أو في أي دين هذه صفاته، يصل الرحم ويحمل الكل وينصر المظلوم ويكرم الضيف ويعين على نوائب الدهر ثم خزله الله في حياته أبدا. هذه صفات كريمة. ويقول سيدنا معاوية بن الحكم السلمي: كنت حديث عهد بالإسلام، كنت قد أسلمت جديدا، لم أكن أتعلم أو لم أكن قد تعلمت العبادات والفرائض. فبينما نحن في الصلاة إذ عطس رجل من القوم، فقلت وهو في الصلاة: يرحمك الله. فأخذ الناس يرمونني بأبصارهم، ينظرون إلي مستغربين كيف يتحدث في الصلاة بكلام ليس من الصلاة. فأخذ الناس يرمونني بأبصارهم، فقلت وهو في الصلاة أيضا، قال لهم: ما شأنكم تنظرون إلي؟ هو لا يعلم أنه ارتكب خطأ، كان لم يتعلم الفرائض جيدا. ما شأنكم تنظرون إلي؟ وكانوا في جلوس التشهد. يقول: فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم وينظرون إلي، يصمتونني، يريدون أن أسكت، فعلمت أنهم يصمتونني فسكت. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله ما رأيت معلما قبله، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه أدبا وأحسن منه تعليما، والله ما ضربني ولا شتمني ولا قهاني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو الذكر والتسبيح
وقراءة القرآن. وهذا هو التطبيق العملي لقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعض الناس يفهم من الآية جانبا ولا يفهم الجانب الأساس فيها. بعضهم يفهم ادعو إلى الخير، صحيح هي الدعوة إلى الخير، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولكن عند علماء اللغة بالحكمة والموعظة الحسنة شبه الجملة يتعلق بكلمة ادعو، أي لتكن طريقتك في الدعوة ووسيلتك في دعوة الناس هي الحكمة والموعظة الحسنة، ولا يمكن أن تكون الدعوة حسنة والوسيلة غير حسنة. لا يمكن أن تكون الدعوة حسنة إن لم تكن هكذا وإن لم تكن بالحسنة. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدعو على قوم فلان؟ قال: لا، إنني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. ولما سلط عليه أهل الطائف عبيدهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين، قال لما جاءه جبريل: يا محمد لو شئت لأطبقنا عليهم الأخشبين. ملك الجبال ينادي، قال: لا يا أخي يا جبريل، ولكني أقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولما دخل مكة فاتحا منتصرا وأهلها هم الذين آذوه وأخرجوه، قال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهنا يقول شوقي: يا جاهلين على الهادي ودعوته، يا جاهلين على الهادي ودعوته، هل تجهلون مكان الصادق العالمي؟ هل تجهلون مكان الصادق العالمي؟ لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قوم بمتهم؟ أتيت والناس فوضى، أتيت والناس فوضى، لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعافهم. شريعة الغاب وقانون الغاب: القوي كان يأكل الضعيف. أتيت والناس فوضى، لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في الصنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعافهم، كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم بصغار السمك. الحوت الكبير الذي يأكل صغار السمك، والخلق يفتك أقواهم بأضعافهم، كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. قالوا: غزوت ورسل الله ما بعثوا، قالوا: غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس، قالوا: غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس، ولا جاءوا لسفك دمي. أخوك عيسى، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. البدو دونك، البدو دونك، في عز وفي شرف، والبحر دونك في فضل وفي كرم. لزمت باب أمير الأنبياء، ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنم. يا ربي، يا رب أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. صلوا عليه وسلموا تسليما، توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى،
وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمدٍ وآله وصحبه ومن اهتدى، كما يقول الشاعر عند الحديث عن سيدنا رسول الله: ما جئت بابك مادحًا بل داعيًا، ومن المديح تضرع ودعاء. ويقول الآخر: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول، صلوا عليه وسلموا تسليما. كما جاء وكما ذكرنا من قصة الصحابي الجليل سيدنا معاوية بن الحكم السلمي الذي قال: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه تعليما، والله ما ضربني ولا شتمني ولا قهرني. يأتي رجل آخر فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم علي الحد. جاء الرجل طائعا مختارا يطلب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد، فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان في صلاة العصر حتى أقيمت الصلاة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته جاء الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم علي الحد. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد صليت معنا؟ أوليس قد صليت معنا؟ قال: بلى، صليت معكم. قال: فإن الله قد غفر لك حدك. وجاءه آخر: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا وأريد أن أحدث له توبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أمك على قيد الحياة؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها، فصلة الرحم مما تكفر به الذنوب. وفتح نبينا صلى الله عليه وسلم باب الرحمة واسعا، أن لم يقل الحق سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وما خير نبينا صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم. ودعانا إلى التيسير على خلق الله في كل شيء، فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فارفق بهم فارفق به. وقال: الراحمون يرحمهم الله. ومن كان يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب رسول الله جزء لا يتجزأ من الإيمان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما في حديث، وفي حديث آخر لما قال له سيدنا عمر: يا رسول الله، والله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال له: يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال سيدنا عمر: الآن أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك.
ولما جاء أحد الناس يسأل عن الساعة: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنشغل بالساعة، ولكن انشغل بعملك، ماذا أعددت لها؟ يسأل الرجل: ما الساعة؟ ويجيبه النبي: ماذا أعددت لها؟ قد تكون اليوم أو غدا. فقال الرجل: حب الله وحب رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وفي رواية: أنت مع من أحببت، ولكن حب رسول الله لا يكون بالكلام، حب رسول الله يكون بالاتباع، بالاقتداء بهديه، بأخلاقه. الذي يدعي أنه يحب رسول الله ويكذب كاذب في حبه دعي فيه، الذي يدعي أنه يحب رسول الله ويسرق كاذب في حبه دعي فيه، الذي يدعي حب رسول الله لا يمكن أن يكون غشاشا ولا كذابا ولا منافقا ولا مغتابا ولا نماما ولا آكلا للحرام أبدا. الذي يحب رسول الله هو الذي يهتدي بهديه ويسير على نهجه، يأخذ كما قالت السيدة خديجة: بيد الضعيف ويد المسكين ويد الفقير، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. حب رسول الله يجب أن نحوله إلى واقع عملي، بأن نسير على هديه صدقا وأمانة ووفاء. خير الناس أنفعهم للناس. هل أنت تسعى في نفع الناس، أو أنك تقدم مصلحتك الخاصة على كل المصالح العامة؟ من أحب رسول الله فليقتدي بسيدنا رسول الله. وفي ختام حديثي، الحقيقة سعادتي بالغة بهذا المسجد وأهل هذه القرية الذين قاموا بتشييد هذا المسجد على هذا المستوى ابتغاء وجه الله، وبما لقيناه وشاهدناه من فرحة الصغير والكبير، مؤكدين أن أمة بهذه الروح وهذا الإقبال على بيوت الله وحب الله وحب رسول الله أمة لن تضام أبدا، أمة دولة لا تضام، وشعب لا يضام. وفي هذا ما يرد على كل المتطرفين والإرهابيين الذين يريدون أن يعكروا على الناس صفو حياتهم، وأن يخرجوا الناس من دينهم بدون حق. ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أنقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا. فجعل الصلاة والمساجد ميزانا كبيرا لحياة الأمة. أمة ودولة وشعب وقرية وأناس يشيدون هذه الصروح من بيوت الله التي هي دلالة على حب العمران ورفض الهدم والتخريب، لقرية طيبة وشعب عظيم ودولة لا تضام أبدا بإذن الله، في طريق الحق سائرون. وسيحق الله الحق بكلماته، ويدحض دابر الإرهابيين والمتطرفين، ولن ينال أحد أبدا مهما حاول من وسطية هذا الشعب العظيم الذي يسترد بقوة وسطيته واستناره، غير سامح لأي من المتطرفين أو المتشددين بالنيل مما عرف به الشعب المصري عبر حضاراته العريقة من وسطية واعتدال. نحن شعب يملك حضارة تزيد على 7000 عام ازدانت بوسطية وسماحة الإسلام، لا يمكن أن تعكر صفوها ولا أن تنال منها سلة منحرفة تاجرت بدين الله، ولا يجب أن نسمح لهم بذلك.
إنما نقاوم بالفكر والمنطق والحفاظ على ديننا ووسطيته وعلى بلدنا وأمنه وسلامه، سائلا الله العلي العظيم أن يجزي كل من أسهم في إقامة هذا الصاح الذي يعبد الله فيه عمانا للكون وعمارة للحياة خيرا بما قدم من مال أو جهد أو كلمة طيبة. وأسأل الله أن يجعل بلدنا مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم اجعل رزق مصر وأهلها رغدا سهلا في السهل والبحر والجبل يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا سددت عنه، ولا مدينا إلا سددت عنه، ولا مهموما ولا مخموما إلا فرجت همه وغمه وكربه يا رب العالمين. وألف اللهم بين قلوبنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.